أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهما لما مات وكان رجلا صالحا تقيا عابدا من خيار الصحابة، وابتلي في الله وابتليت امرأته وكان حسن الخلق مع زوجته فمات. فلما مات أقبل من يعزي أم سلمة ويقول لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. يعني أنا مات ولدي، أخلف لي ولدا أحسن منه، مات ذهب مالي، أخلف لي مالا أحسن منه، اللهم أجرني، ساعدني، أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما حدث هذا المحدث أم سلمة قالت: أقول يا ربي أخلفني خيرا من أبي سلمة، ومن في الأرض خير من أبي سلمة؟ أنا سأجد زوجا أحسن منه. فلما انتهت من عدة الوفاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فكانت تقول: كنت أدعو بالدعاء وأقول: أخلفني خيرا منه، أخلفني عوضني خيرا من أبي سلمة، وأنا أقول في نفسي: ومن خير منه؟ فإذا بها تعوض برسول الله عليه الصلاة والسلام.